عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم قناة امنيات المفاجأة. فين احنا كده؟ احنا هنا كده في اسكندرية في العجمي. وبولتنا النهاردة كده بقى فين؟ بولتنا النهاردة كده في شارع البرتقال. حبيت الاول اصور لكم من هنا لان الشارع ده اللي في وشه على طول ابراج العائلة. ادي ابراج العائلة اهي كده هناك، وادي مستشفى عباس حلمي، والشارع في وشها على طول. فين الشارع بقى؟ بتاع البستان. ادي كده الشارع داخلين عليه. يبقى دي زي ما شفنا كده الشارع وفي وشه على طول. انا كده بقديت ظهري لابراج العائله. كده الشارع دي كده نزلايه ننزلها. هنا كده في ميه لان اوله كده الورش. الورش دي كده اوله. ده كده بيعتبر من شوارع البطوش. بس هنا احنا كده جايبين اوله ده كده بيبقى ما بين البطوش، واحنا رايحين كده على طريق الهنزين اللي هو طريق اسكندريه مطروح. مطلوبه مني للشارع. ماشيه فيه كده واحده واحده اهو. علشان انا اجيب لكم تفاصيل. الشارع اللي جاي ده كده شمال اللي هو عند المسجد ده، ممكن ان هو كده يوديني فين؟ ممكن ان هو يوديني كده على شارع الطلخاوي، اخره كده يطلعني على الطلخاوي. الشارع ده كده، ده شارع المحمدي، اخره كده يطلعني على الطلخاوي. طبعا شارع الطلخاوي معروف برضو اللي هو الشارع اللي جنب الهايبر على طول. شوارع جنبية. ممكن ان انا من شارع كمان الطلخاوي بطلع على الهايبر، لان شارع الطلخاوي ده يعتبر الشارع اللي قبل الهايبر على طول. وعملت فيه قبل كده برضو جولة، اللي حابب برضو ان هو يشوف الشارع اللي هو شارع الطلخاوي. هنا بقى اي شارع شمال بيطلعني قلت على الطلخاوي، من الطلخاوي على الهايبر، وبعد كده على ايه ممكن ندخل من بعد الهايبر كده على شوارع ايه الهانوفي. لكن اي شارع يمين يطلعني على شوارع البتوش. يعني ممكن اطلع بقى من هنا كده على شارع سعد زغلول، واطلع ممكن اطلع من هنا على شارع البتوش الرئيسي، وطبعا من شارع البتوش الرئيسي على ايه على شوارع البتوش كلها. كده يعتبر برضو من الشوارع الهادية. الشارع ده كده شارع عمر بن الخطاب. بس كده هو ده كده شارع عمر بن الخطاب. كده قلت ممكن بيطلعني على شوارع البتوش. ممكن ان انا ادخل كده من هنا
على شارع المحمدي، ومن شارع المحمدي على شارع الطلخاوي والهايبر. شوارع كده متفرعة برضو منه. اللي في الجاي كده في الاخر ده كده شارع عين شمس، اهو كده شايفين في الاخر كده شارع عين شمس. بس كده دي شوارع برضو كده متفرعة، شوارع جانبية منه. احنا كده داخلين بقى على شارع عين شمس. بصوا ده كده شارع عين شمس، كنت عاملة برضو فيه جولة قبل كده، عاملة جولة انا في شارع عين شمس قبل كده. هوريكوا بس ايه من الشارع او شوارع الطاش كلها كده الشوارع حيوية. هطلع على شارع الفرنسيسة، بصوا كده الشوارع كلها متداخلة ببعضيها ازاي. كده في الاخر كده خالص شارع الفرنسيسة. احنا عارفين ان شارع عين شمس بعديه على طول شارع البرنسيسة، ما بينهم كده ممكن ندخل من اخرهم على شارع الطلخاوي. اوريكم كده ازاي برضو ان احنا ندخل على شارع الطلخاوي، ممكن من هنا ممكن من هنا اي حاجة كده في الاخر تدخلني على شارع الطلخاوي. ده كده شارع البرنسيسة، بس كده هو ده كده شارع البرنسيسة. اخر بقى شارع البرنسيسة ده كده اخره، وادخل شمال انا كده في شارع الطلخاوي. من شارع الطلخاوي بدخل على الهايبر. بصوا شوارع كده متداخلة ببعضيها، لكن انا لو كملت كده العكس كده، لو كملت من ناحية العكس كده الرئيسي، يعني اخر الشارع ده كده يوديني البطاش الرئيسي كده، يطلعني على شارع عبد الفتاح الطلخاوي من عبد الفتاح على الهايبر. ده كده شارع جمعة الطلخاوي. كده انا بكمل بقى على شارع عبد الفتاح الطلخاوي، وعايزه اوريكم ان انا ممكن كمان الشارع اللي جاي ده ادخل على شارع الحي. ممكن الشارع اللي جاي ده كده يمين يدخلني على شارع الحي، هكمل للاخر وادخل شمال يدخلني على عبد الفتاح الطلخاوي. اه الشارع اللي جنب الشجره ده اللي جاي ده ادخل منه يدخلني على شارع الحي. الشارع ده كده بدخل منه كده في يمين تاني يدخلني على شارع الحي، هكمل كده
عند التكاتك دي كده، بدخل اجي كده شارع الطلخاوي.